مرحبا فيكم يا جماعة، واستكمالا للفيديو السابق يلي شرحنا فيه كيف تصمموا الشخصين القاعدين على الكراسي والأحرف والأجنحة خلفهم، اليوم رح نكمل وفرجيكم كيف نصمم الصورة يلي شفتوها حاليا على صورة غلاف هذا الفيديو، كيف نصمم مثلها وشو هو البروموشن الخاص فيها. طيب يا جماعة، منروح ومنلزق هاي الكتابة يلي حاطط لكم اياها بالوصف، فيكن تنسخوها وتجربوها بنفسكم وتعدلوا انتو على امرين مهمين، الاسم هون واللون الدخان اللي بدكن اياه، وتعالوا نشوف النتيجة كيف رح تكون. طبعا بعد ما تظهر النتيجة رح نجرب ونعدل بالبروموشن ونجرب نضغط على الخيارات اللي تحت كمان ونشوف شو رح يختلف بالتصميم. شوفوا ما أحلى النتائج يا جماعة، هون الشكل حلو والكتابة على الجاكيت صحيحة، هون الشكل والتصميم رائع جدا، وهذا التصميم كمان حلو، هذا التصميم ممتاز جدا. طيب رح نجرب نقله تحت بالأوامر التحت Can you make this jacket red؟ رح نشوف كيف رح يطلع لنا شكل الجاكيت. حلو كتير، جاكيت تغير والأمر لوز، فعلا حلوين كتير. وأخيرا رح أجرب أخليه يصير اللون ذهبي، فهون بدل كلمة بلاك لنكتب جولد، وهلأ رح نشوف كيف الشكل رح يكون. اوف 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 اوف، النتيجة ممتازة والله، جابها على التمام. طبعا انا لوني مو اسود بس مو كتير حلوة، الكتابة بتشبه كتابة جي تي اي والشخصية بتشبه شخصيات جي تي اي. حلو حلو حلو، ممتاز، هاي كتير رائعة وبتشبهني فعلا، طريقة تسريحة شعري بتشبهها حتى. تمام يا جماعة، إذا مثل ما قلت لكم هالبروموشن رح يكون عندكم إن شاء الله مكتوب تحت، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك ومشاهدة السلسلة القادمة الكبيرة اللي رح يكون بكل فيديو بروموشن جديد وعنوان جديد. كان معكم أحمد والسلام عليكم.